صباح الخير للجميع، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بيوم أمس كنتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة مندفعة من الصحراء الكبرى الإفريقية والجزيرة العربية باتجاه منطقات بلاد الشام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار تسود الأجواء صافية مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28، الرطوبة حوالي 70% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 32 إلى 25، عجلون 31 إلى 25، جرش 33 إلى 25، والمفرق طقس صافي مع 33 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 34 إلى 24، العاصمة عمان 30 إلى 23، البلقاء 30 إلى 24، مأدبة 31 إلى 24، والبحر الميت 35 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 31 إلى 24، الطفيلة 30 إلى 22، الشوبك 37 إلى 21، معان 31 إلى 21، والعقبة 40 إلى 31 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 35 إلى 23، الصفاوي 35 إلى 21، ورويشد 34 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.